البنات الآن، البنات الآن اللي راهم يروحوا للجامعات والمدارس والثانويات والمتوسطات واللي راهم يخرجوا للخدمة، هذو بنات من؟ كاع مسؤولين أمام ربي، كلنا أمام الله كاع كيما رانا. ما يجيبش واحد يقول أنا خاطيني، كلنا مسؤولون أمام الله. وحتى سبحان الله إذا ما كانش جلباب وما كانش حجاب، أقل شيء أقل شيء لباس محترم، أقل شيء. دوك حتى اللباس المحترم ما كانش، يعني لو كان تخرج مع وليدك ولا تخرج مع بنتك ولا مع زوجتك ولا مع الوالدة نتاعك ولا مع الوالد نتاعك، تحشم على عرضك. يعني واحد الأمور غريبة تمسينا، يعني شيء بلغ السيل الزباء. واحد اللباس هني حاش حتى نتكلم لكم في المنبر نقول لكم عليه، انفضحت انفضحت الأمور. هذا في البنات. وفي الأبناء ما ناش عارفينكم لا راكم رجال ولا نساء. طيحتوا سراويلكم، قطعتوا سراويلكم، البستوا حتى اللباس تاع النساء تاع الفتيات البستوه، وليتوا ديروا في رصانكم ما تفعله المرأة في شعرها. خلطت علينا الأمور، رديتونا خلاص رديتونا وما فهمناش إلى أين، إلى أين نحن ذاهبون. احنا عشنا مع والدينا وشعرنا لباس عليه وانا حيين ونرزق، ما مسيناش شعرنا وما هبطنا السراولنا وما لبسناش المقطع على أدبارنا وقبورنا، وعشنا الحرانة وكلينا كلينا وشربنا وتعلمنا وقرينا ومشينا وانا نصلي وانا نعبد في ربي. هل الحضارة في هذه المظاهر السلبية؟ التحفيف هذا، التحفيف هذا منين جاء؟ هذ السراول المقطعة منين جات؟ هذ السراول الطايحة منين جات؟ يا سبحان الله. التحليقة الواحدة بثمانين باهظ، والتسريحة الواحدة بثمانين باهظ، من أين أخذتم هذا؟ هل أخذتموه من الكتاب أم من السنة أم من أثر السلف الصالحين؟ وإلى أين؟ وكل يوم نهار نوض يطلع علينا النهار نلقاو جديد. هذه الممارسات، هذه المدارس، عندك واحدة في الابتدائي، في الابتدائي صغيرة ما ذنبها؟ في الابتدائي طفلة في الابتدائي عريانة، عندها 6 سنين عريانة عريانة، الوالدة نتاعها لبست لها اللهنة، كشفتها كشفتها، هذا من السنة الأولى. ولهذا الخطبة اللي راكم تسمعوا، الأمهات اللي راكم الآن في البيوت، البنات هذو أنتم أسبابهم بالدرجة الأولى، الأمهات أنتم أسباب بناتكم. وبعدين يجيو يجيو الآباء أنتم أسباب بناتكم. أنا قدمت الأمهات لخاطر أنا جزائري كيما أنتم، ورانا عارفين واش راهي الدور في القدرة، وانا عارفين باللي النصيب الأوفر والكبير في الدار هي المرأة. إذا تركبت الأمور معها مشات، وإذا ما تركبتش الأمور معها ما تمشيش الأمور. فالأمهات ربات الحجور، 90% من هذه المسؤولية على عاتقكن. الشي اللي رانا نشوفوه والشي اللي رانا نسمعوه والشي اللي رانا نقراو عليه، وبعدين إلى أين نحن ذاهبون؟ دوك ولات البنت ولا الابن، يا سيدي ما كانش حكم معاه، ما كانش. شوفوا في أبائكم، شوفوا في أمهاتكم، شوف في جدك، قل باباك يحكي لك على جدك وعلى جداك، يحكي لك على الحرم اللي كان في الشعب الجزائري، التربية اللي كانت في الشعب الجزائري، الأنفة والغيرة اللي كانت في الشعب الجزائري. ويحكي لك باباك باللي ما كانش يرفد بصره في وجه أبيه، ويحكي لك باباك باللي أخته عن جدك ما يبان شعرها في دارها، في دارها مع أبيها ومع جدها شعرها ما يبانش، حرم حرم، كانوا رجال. سبحان الله العلي العظيم. جاءتنا هذه بين قوسين، جاءتنا هذه الحضارة
شدتنا للواد برك، ما دخلتناش في الحيط الآن برك. وزيد مسألة أخرى، البنات الآن، البنات والأبناء يتعاطوا الحبوب المهلوسة، ضاعوا بناتنا وضاعوا أبنائنا تايهين، ما هوش جايبين خبر لعمرهم. اللي يجي يديهم قال الحرقة قلنا الحرقة، قال الحبوب المهلوسة قلنا المهلوسة، قال نديرو نديرو، إلى أين؟ ما كان أبوك امرأة سوء يا أخت هارون، ما كان أبوك امرأة سوء وما كانت أمك بغية. سبحان ثم يا الوالدين معاكم بالك وتقولوا باللي انت كيرك تعبد وتصوم وراك تزكي وتحج سلكت، واللي راهم معورك تابعا لمن؟ اللي جبتهم تابعا لمن؟ اللي ولدتهم تحت مسؤولية من؟ وتعمك انت ربي يترك الأمور هكذا؟ ولا أولد برك وقال أنا خاطيني أنا لست مسؤولا وستسألون، هكذا قال القرآن الكريم، ستسألون. ربي إذا الأبناء هذو البنات بلغوا الله يسألهم، وأيضا يسألك سبحانه تبارك وتعالى، يسألك عن البنات ويسألك عن الأبناء ويسألك مش غير الماكلة برك، حتى البهايم راهي تأكل، لا يسألك عن مأكلهم ومشربهم، يسألك عن دينهم وعن تعليمهم وعن أخلاقهم وعن آدابهم، يسألك عن صلاتهم. يا ودي ذك واش لما اش نهضر، نهضر على هذه ولا نهضر على هذه، وتخلطت علينا الأمور. عن صلاتهم، أين أبناؤنا أين بناتنا في مساجدنا، وقبل المساجد أين أبناؤنا أين بناتنا في صلاتنا. يا مذرين ما يصلوش أخويا، وراك تجي الإمام وتقول لك شو ما مش يصليه. تعرف ما ذكرت أنت الإمام، أنت ذكرت له النتيجة ولكنك أغفلت ذكر السبب. ده هو السبب، هل أمرتهم بالصلاة على 70 وهل ضربتهم على الصلاة على 10 وهل فرقت بينهما في المضاجع؟ كيف؟ ودك هنا دك الآن، هنا جينا الجمعة الآن، بناتنا خلينا البنات، المرأة لا جمعة عليها تصلي في بيتها، أبناؤنا بالغون 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 أو قاعد في الدار، وإحنا جينا الجمعة على مسؤولية من؟ وهو من البالغين، مروا أولادكم بالصلاة على 70 واضربوهم على 10 وفرقوا بينهم في المضاجع. قال وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها، لا نسألك رزقا نحن نرزقك والعاقبة للتقوى. بابك الله يرحمه كان راجل، وجدك بابات باباك كان راجل، ويمك كانت امرأة، ويمات يمك كانت امرأة، وعاشوا ما شاء الله، ما عندهمش البورطاب، ما عندهمش كيراطين هذه، ما عندهمش السيشوار، ما لبسوا السترة والمقطعة، وعاشوا كلا وشربوا ما شاء الله، وعبدوا ربي وتوفاهم الله، نسأل الله أن يجعلهم في الجنة وأن يرحمهم بواسع رحمته سبحانه تبارك وتعالى. وجاء هذا الجيل هذا كل نهار يطلع علينا نلقاو جديد، جديد بصح فاش؟ في التوبة، في الاستقامة، في الالتزام، في القرآن، في السنة، لا، في أمور لا تزيدهم إلا بعدا عن الله.